البيان طلع من المهنيين حيمثلنا ومع القيادة كانت البيان موفقة جدا 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 والعناصر اللي كانت موجودة هي دائما تكون آيخ لتقدم الثورة ولمطالب الشعب الحمد لله الناس كانت واعية بذلك الأشخاص عند المحن بين الأمم يا بني حرية سلام وعدالة سلام وعدالة بدنية غيار الشعب حرية سلام وعدالة نحن واثقين فيهم يعني زي ما انا بثق فيه نحن بنشتغل كتيم ورك في الطيران بكون واثق في زميلين وبيعمل في شنو بنكون متاكدين عملنا صناعه الطيران الان متاكدين من واثقين من الناس الموجودين في على القطاع السياسي انه هم بكون شغالين بيضعوا الاشياء في صالح السودان واحد اثنين السودان وانت حدودك بس اطول لو كان حصل من البدايه ليه عشان 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 على الاقل الالتفاف اللي حصل حول العسكر التف حولهم كله بما فيهم القياده بتاعتهم يعني احنا هسه جيشنا الجيش ده جيش السودان ما جيش كيزان ده جيش السودان لكن احنا في نفس الوقت كنا بنتمنى من المجلس العسكري انه يختار ناس فلوتر ما عندهم الجيش ده معروف ما بينتمي لحزب زول جياش شايل سلاح ده ما بينتمي لحزب ده ود البلد فهم طالما في ناس مسيسين موجودين في النظام العسكري لابد من ابعادهم مباشره من النظام العسكري من غير ما الناس تطلب نؤكد لهم نحن واقفون مع الثوار حتى تحقق كل أهداف ومطالب الثوار وحتى يتحرر السودان وتتحقق مطالب وإرادة الثورة حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب